أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المقصود بالبراجم؟ ما المقصود بالبراجم؟ معاقد الأصابع، معاقد الأصابع، كعوب الأصابع، نعم، والرجل هي نعم معاقد الأصابع اللي هي الأنامل، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ركع الإمام وأنا لم أكمل الفاتحة، فهل كذلك من البراجم مثاني الرجلين ومثاني اليدين؟ نعم.